بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنتناول في هذا المقطع advantages and disadvantages of introducing a robot to industry. Only some of the advantages, tangible and intangible benefits of introducing robots can be listed as follows. هنا احنا بنقول في عندنا advantages و tangible and intangible benefits. فعايزين نقول advantages اللي هي المزايا للروبوت. الفوائد بقى التنجبل اللي هي الفوائد الملموسة والغير ملموسة اللي هي الفوائد اللي عدت عليها. For example يعني أنا بقول إن أنا عندي الأوتوماتيك كارز دلوقتي. إيه الفايدة اللي دي ميزة إن في أنا ميزة إن أنا معي أوتوماتيك كار. طب إيه الفايدة اللي عدت عليها إن أنا خلاص ما عادش في عندي البدال اللي هو بتاع الكلاتش اللي بستعمله بيه. الفايدة المباشرة اللي عادت عليها من هذا الميزة اللي هي بنقول عليها الأدفانتشز. عايزين بس ده حبيت أفرق ما بين الادفانتجز والبينيفيتس. فلو جينا نقول ما هي الادفانتجز، الادفانتجز بيقول لي ايه سيفتي اوف وركرز، وقسمتها الى A وB. بيقول لي ايه الهازارد، هازاردز انفايرمنتس، توكسيك فيومز، هاي تمبريتشرز، رادييشنز. المصانع بتاعت المواد الكيميائيه ما نستطيع، لا نستطيع ان احنا نضع الانسان فيها. ولما كان زمان كان الانسان بيوضع في هذه الاماكن كان بيعرض لابخره سامه قاتله، كانت الناس بتعاني عناء شديد. والهاي تمبريتشرز مصانع الحديد والصلب في مصر زمان كانت الناس فيها اللي هي العمال كانت بتتعرض لمشاكل كبيره برضو، من لان التعرض لدرجات حراره بالالاف كانت مشكله، بالاضافه الى الراديشنز دي مشاكل. فهنا هي وضع الروبوت. لما نيجي نقول المزايا بقى بتاعه الروبوت ان انا بستطيع ان انا استعمله في كل هذه الهازاردز انفايرمنتس. لو جينا لنمره بي اللي هي الهازاردز اوبريشنز، لودنج اند انلودنج دينجرس ماشينري، الحاجات اللي هيبقى فيها احمال ضخمه والكلام ده انا اقدر اتحمل، الروبوت يقدر يتحرك فيها انما الانسان ما يقدرش يتعامل مع هذه الاحجام الضخمه او المشاكل اللي ممكن يتعرض ليها من الهازاردز اوبريشنز. تعال نشوف ايه المزايا الاخرى. بيتس ورك انفايرمنت، البيئه نظيفه اللي بيشتغل فيها الروبوت. هاي برودكتيفيتي، ليه ازاي هاي برودكتيفيتي؟ فنحقق ازاي؟ قال لي نو نيد فور ريست بريكس، روبوت يستطيع ان يشتغل 24 ساعه 24/7، يعني 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع طالما تمده بالماده الخام اللي هيشتغل بيها او الجوب اللي هو هيعمل. 24 hours operations. بعد كده in some cases higher speed of operations، اسرع من الانسان في بعض الجوبس. Fewer mistakes resulting in less scrap. طبيعي ان الهيومن ايرور بيوضع في اي شغلانه انت بتعمل لازم بتضع نسبه للهيومن ايرور. الروبوت طالما عملت له البروجرامنج بتاعه خلاص بيبدا يشتغل وبدون اخطاء، فيبقى كده ده بينتج وبالتالي بتكون النتيجه ان عندي السكراب اقل. نمره اربعه ability to work from unusual orientation such as ceiling or wall mounting. انا استطيع ان اعلق روبوت في اعمل له تعليق في السيلينج السقف او من على الحائط ويبدا يعمل عمليه التشغيل. طبيعي ان مفيش اي ليبر هيستطيع ان هو يقوم بجوب لايك ذس. نيجي بعد كده نشوف البينيفيتس. فبيقول لي تانجبل بينيفيتس اند انتانجبل بينيفيتس، ايه الفوائد المباشره والغير مباشره. فبيقول لي التانجبل بينيفيتس increased plant production. طبعا ما احنا لسه يعني لسه سكراب و 24 hour job، فلازم يبقى increased plant production. Increased product quality، ما فيش اخطاء بتحصل، يبقى بالتالي الكواليتي دي بارت نمبر 1 للكواليتي بتاعت البارت نمبر 1000، وبالتالي يبقى الكواليتي عاليه. Decreased energy requirement، الروبوت من الممكن ان هو يشغل 3 او 4 ماشين في نفس الوقت. Decreased raw material requirements، واخر حاجه مان باور سيفنج. لو جيت للانتنجبل بنفيتس، انكريست بلانت اند بيرسونيل سيفتي، طبيعي ان انا اشبه خلاص بقيت زي ما انا قلت في الهازارد جوبس والهازارد اوبريشنز والكلام دي كله بعت فيها انه فيبقى كده انكريست بلانت اند بيرسونيل سيفتي. ريديوس مينتنس ريكويرمنتس، انكريست فلكسبيليتي اوف ذا سيستم وذ ريسبكت تو تشينج
تشينجز اور اديشنال، يبقى انا اقدر لو انا بقى زي ما قلت لكم قبل كده ان انا بقدر اعمل عمليه تغيير على البروجرام بتاع روبوت واستعمله في جوب اخرى او على نفس البرنامج ممكن نعمل تعديل ونكمل بالجوب اللي احنا بنعملها اذا حافظ اذا كان في تعديل على الشغلان. بيتر ريسبونس تو ايمرجنس، كل السيستم او الخليه الروبوتيه بالكامل مجرد في ايمرجنس ستوب ضغطت عليه فصلت السيستم بالكامل. اخر حاجه اللي هي ايه، بيتر مينتنس سكادولينج، ان الروبوت بيتعمل له السكادولينج بتاعه بتاع السنه. طبعا هو مكلف طبيعي عن الطرق التقليديه، ولكن الجدول الصيانه بتاعه بيبقى لاوقات محدده وبتبقى بطريقه يعني انا شايف انها بتبقى اسهل من ان انا اعمل الصيانه لكذا ماشين، على الرغم ان زي ما قلت ايه تكلفتها عاليه. اخر حاجه نتكلم عليها في هذا المقطع اللي هي ايه، ديس ادفانتج اوف انتروديوسينج روبوت تو اندستري، واللي فيكسد سبيس ريكواير فور ذا روبوت اند كنترولر. انا بقول للروبوت ممكن اعمل شغلانه بيك اند بليس، فلو انا جايب ليبر يقول بالشغلانه دي بعد ما بيخلص شيفت بقى خلاص مشي، اصبح المكان فارغ فاضي. انما لا، انا عشان اشغل الروبوت فلازم يبقى له مكان ثابت للروبوت ارم او المانيبيوليتور وللكنترولر. تاني حاجه هاي ليفل لانجويج اوف بروجرامينج، انا بقول عشان اعمل بيك اب بليس الليبر اللي هجيبه اقول له شيل مجموعه الكومبوننتس دي انقلها من النقطه اي وديها لنقطه بي، هو انا محتاج اعمله بروجرامينج وانا خلاص هو يشيلهم يوديهم من هنا لهنا. اما الروبوت فلازم هاي ليفل لانجويج اوف بروجرامينج، فمحتاج سكيلد اوبريتور عشان يعمل له عمليه البروجرامينج. Risk of using robots at the end of the day، في نهاية الأمر I am dealing with machine، أنا ما بتعملش مع إنسان، فممكن ودول مجموعة من الأكتويتورز اللي هي الموتورز اللي بتشغل إيه الروبوت، ففي ريسك برضه. Start up time is required، لما أجي أشغل الروبوت لازم في عملية الستارت أب تايم. Fixed cost is high، تمن الروبوت غالي. Skill for operator required عشان يعملوا عملية البروجرامينج. اخر حاجه هاي مينتنس كوست فور روبوت اند كنترول. يبقى اتعرفنا على الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاعت الروبوتس، وبكده نكون وصلنا لنهايه هذا المقطع. نراكم ان شاء الله في مقاطع اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.